السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديالكم اس بي تي بي شانيل. ان شاء الله اليوم غنحاولوا نشرحوا الفي ام سي واللي ديامات، كيفاش غنحدوا لي ديامات ديال لي غان سيركولير سبيرالي، وكيفاش غنختاروا لي فونتوز ديكستراكسيون ولا لي بوش ديكستراكسيون، كيفاش غنحددوا لي ديامات ديال لي غان سيركولير سبيرالي، وكيفاش غنختاروا لي كيسون ديكستراكسيون و لومبلاسمون ديالهم انسي دي سويت. ومن ناحيه كيف تتشوفوا في الصوره، يعني الصوره تتبين ان كاين لير نوف، يعني تيدخل لينا من سواء من البيبان ولا لي بورت فونيت ولا لي شراجم فيغ لانتيريور ديال الباتيمون. وعندنا ديبوش، مثلا ديبوش تلاحظوا هنايا كاينين ديبوش في هذه سال دو بان، عندنا واحد البوش ديكستراكسيون ولا فونتوز ديكستراكسيون، عندنا في سي هنايا عندنا واحد البوش ديكستراكسيون، عندنا هنا مثلا سال دو بان في الريتشوسي عندنا واحد البوش ديكستراكسيون انسي دو سويت. يعني كاين ليكستراكسيون تتجمع فيغ واحد الكيسون فيغ ليكستيريور، وبالتالي فيغ ليكستيريور يعني لير نوف تيدخل لينا من لي فونيتر من لي بورت فونيتر من لي بالكون. هذا ابري تي لي موفيز اودور تدفع لينا لي موفيز اودور، وبالتالي تخرج لينا ديك لي موفيز اودور اللي تتكون سوا في سال دو بان ولا الفي سي فيا هاد لي بوش ولا هاد لي فونتوز ديكستراكسيون اترافيغ هاد لي غان بوي فيغ الكيسيون ديكستراكسيون، سوا غيكون في الكومبل ولا في التيراس و على الاكستيريور. ليسونسيال يعني اول نقطة غادي نحاولوا نتكلموا عليها هو اول حاجة غنشوفوها هي كيفاش غنبريباريو واحد لا ليجوند ديال الفي ام سي، وكيفاش غنقراو واحد البلون. اول حاجة غادي نشوفها هو خاصنا بعدا نقراو البلون ولوكاليزي لي زون دروا اللي غنديروا فيهم الفي ام سي، وبالتالي لي زون دروا غيكونوا سو فورم دي بلوك سانيتير كومبوزي باغ دي في سي. مثلا كيف تشوفوا مثلا هنايا عندنا هاد لابارتي فيها واحد تروا في سي، كاينين دو لافابو كوليكتيف، كاينين تروا زيغينوار كوليكتيف، انسي دي سويت. يعني هاد لي زون دروا هما اللي غنحطوا فيهم غنخدموا فيهم الفي ام سي فونتيلاسيون ميكانيك كونترولي. يعني علاش؟ انا حيت فيها موفيز اودور هنايا، وبالتالي خاص ليكستراكسيون ديال هاد لي موفيز اودور اللي كاينين في هاد لوندرو هذا. اول حاجه غادي نشوفو هو هاد لا ليجوند. لا ليجوند حيت حنا كيف تشوف هاد لا ليجوند غنكون غنحتاجو البوش ديكستراكسيون اللي غادي نحطوهم او دوسو ديال هاد لي زاباغاي سانيتير، وغادي نحتاجو ديك لابي اونتي روتور لي فولي دو ريغلاج غنشوفهم كيفاش غنحطوهم ولوندرو اللي غنحطوهم فيهم، ونحتاجو هاد كيسيون دو في ام سي اللي غيتحط في التيراس، ولي غان سيركولير سبيرالي اون اسي غالفانيزي اللي غيجمع لينا بين هاد لي فونتوز ولا هاد لي بوش ديكستراكسيون. اول حاجه كيف تتشوفوا النقطه المواليه ملي تنديروا لا ليجوند ديالنا، اول حاجه خصنا نعرفوا هو نعرفوا لو دي بي دو فونتوز ا اكستراير سولون لي زاباغاي سانيتير. يعني تلقاو مثلا عندنا بلوزيغ تيب ديال لي فونتوز، اول تيب دو فونتوز هو اللي تيكون فيه لو دي بي ديالو اصغر دي بي هو 30 متر كيوبر. 30 متر كيوبر تنحطوها في لي زوندروا اللي تيكونوا مثلا عندنا فوق في كل في سي، تنحطوا واحد البوش ديكستراكسيون مثلا ولا فونتوز ديكستراكسيون، ولا فوق كل دوش ولا ريسيفور دو دوش غنحطوا واحد فونتوز دو دي بي 30 متر كيوبر، ولا فوق كل لافابو غنحطوا واحد الفونتوز دو 30 متر كيوبر. هذا هو لو بروميي تيب ديال لي فونتوز. دوزيام تيب دو فونتوز كاينين ديال 60 متر كيوبر، يعني بوغ شاك دو زيغينوار كوليكتيف ولا بوغ شاك ريزيرف ولا بوغ شاك بواسون غي ولا بوغ شاك دو لافابو كوليكتيف تنحطو واحد التيب ديال لي فونتوز دو 30 متر كيوبر. بالنسبة 75 متر كيوبر تنستعملو هاد لي بوش ديكستراكسيون بوغ لي فيستيير مثلا كادي. الا كان فيستير كادي معروف فيستير كادي تيكون فيه العرق ديال لي جون اللي تيلعبوا سبور وهذا، وبالتالي خاص واحد ليكستراكسيون بلوس كو لي في سي، وبالتالي خاصنا واحد ليكستراكسيون ديال دي بي 75 متر كيوبر. لو كاتريام تيب ديال لي فونتوز هو ديال 100 متر كيوبر.
100 متر كيوب بوغ شاك بالنسبه للكويزين، لا كويزين بروفيسيونيل. الا كانت عندنا واحد لوطيل ولا واحد كافي واحد ريستورون اللي لا سيرفاس ديالها مثلا، سوبوزون عندنا واحد لا كويزين لا سيرفاس ديالها مثلا 40 متر كاري، ولا الا كانت 40 متر كاري غنحتاجو واحد دو فونتوز ديال 100 متر كيوب 100 متر كيوب، يعني ولا انتر ديستونس ديالها بيان سور غنحاولو نديسباتشيو لا سيرفاس غنقسموها على جوج، مثلا 100 متر كاري 40 متر كاري غتولي عندنا 120 متر. الا كان عندنا مثلا في لي كافيتيريا في لي زوندروا اللي تنبريباريو فيهم لي كافي في الكافيتيريا ضروري غندير واحد الفونتوز، علاش؟ باش تنديروا لابسورفاسيون ديال لي موفيز مثلا ديك الريحه ديال الكافي ولا التياغ ولا سميتو، تنستعملوا هاد 150 متر كيوبر، الفونتوز ديال 150 متر كيوبر. بالنسبه ل 200 متر كيوبر تنستعملوها في اللوكال بوبيل، بيان سور اللوكال بوبيل اللي ريش اون موفيز اودور، وبالتالي غادي نستعملوا واحد فونتوز اللي تتابسوربي واحد بواحد الطريقه قويه، يعني هذا هو لو ديغني. وكيف تتشوفوا في هذا البلان، يعني لو فات ان احنا عرفنا مثلا لي تيب ديال هاد لي فونتوز وعلى حسب لوندروا، يعني بحال مثلا في هاد اللي كانت عندنا في سي تنستعملوا هذا ديال 30 متر كيوب، هاد لي في سي كيف حنا حطينا يعني او دوسو دو شاك، يعني فوق من كل في سي هنا حطينا فونتوز ديال 30 متر كيوب، وهنا عندنا دو لافابو كوليكتيف حطينا فوق منهم واحد فونتوز ديال 60 متر كيوب، يعني سي دو سويت هنا او نيفو دو شاك اورينوا دو زيرينوا غنحطوا واحد الفونتوز، مثلا دو زيرينوا غنحطوا واحد الفونتوز هنا، يعني سي دو سويت، يعني غنمشيو بهذا لو سيستيم. هذا نقدروا حدا نحتاجوا مثلا نديروا هنا دو زيرينوا غنديروا 60، وهنا غادي نحتاجوا غير ديال 30، ولكن من الاحسن نديروا 60 60 حيت لورين معروف ان عنده فيه موفيز اودور. هنا هذه هي لي طاب الاولى، تنحطوا تنبلاسيو هاد لي فونتوز على حسب، وتنحطوا مع حداهم لو دي بي ديال شاك فونتوز. ابري تنكونوا ديجا بريبارينا هاد لا ليجوند، يعني سو فورم دي بلوك، يعني شاك اليمون ديال هاد لي في ام سي ليكيبمون ديال في ام سي تنصايبوها سو فورم دان بلوك باردون وتنحطو السميه ديالها، مثلا عندنا لي بوش ديكستراكسيون كلابي اونتي روتور فولي دو ريغلاج كيسون في ام سي غين سيركولار سبيرالي اون اسي غالفانيزي انسي دي سويت، يعني لو فات ملي قادين هاد لا ليجوند وبريباريناها تنهزو مثلا البلوك ديال البوج ديكستراكسيون تنبلاصيوهم هنايا وتنحطو حداهم لي دي بي على حساب هاد لي كونسين اللي عطينا في الاول. النقطة الموالية هو النقطة الموالية هو تنديرو الديسان ديال لي سيركوي ديال لي غين اوريزونتال، هاد لي مثلا تنجوانيو بين هاد لي كيسون هاد لي فونتوز تنديرو واحد الغين سيركولار سبيرالي تنديسينيوها بحال هكا، سوا تنديسينيوها سامبل بواحد البولي لاين ولا تنديسينيوها بروفيسيونيلمون بواحد لوطو فلويد مثلا الا كان عندنا، ما كانش عندنا تنخدموها بلوتوكاد، لوتوكاد سوا تنديسينيو بهاد الطريقة سوا تنديسينيو غير بولي لاين عادي تنبينو غير بحال لاكس اللي غادي يدوز. ليسونسيال هو تنجمعو بين هادو بحال هكا بهاد الطريقة وتنصيفطوهم فيغ هاد لاكين برانسيبال. دابا هنا عندنا دي كين اوريزونتال اللي تيجمعوا لينا هاد لي فونتوز، وهنا تطلع لينا واحد لاكين فيرتيكال فيغ الكيسون اللي غيكون عندنا في التيراس ولا فيغ لي زوتر نيفو. مثلا هنا كيف تتشوفوا هنايا في هاد الديسان فيه واحد الكلابي اونتي روتور لومبلاسمون ديالهم حطيناهم هنايا، ومن بعدها تنديروا واحد الفولي دو ريغلاج قبل ما نطلعوا مع لاكين فيرتيكال، يعني هادو هما لي زوندروا اكزاكت و الاديكوات اللي تنحطو فيهم الكلابي اونتي روتور مع الفولي دو ريغلاج. لو ديسان محتاج خاصو حاجه وحده، خاصنا نحدو لي ديامتر ديال شاك ترونسون، مثلا هاد ترونسون مع هذا ولا هاد ترونسون، لاحظتوا ان هنايا عاوتاني عندنا غادي غيكون عندنا واحد لو ديامتر ديفيرون على هاد لو ديامتر.
الديامتر غيكون هنا مثلا ديفيرون على لو ديامتر اللي غيكون هنا اي انسي دو سويت. يعني عندنا دي ديامتر دي او نيفو تشاك ترونسون خاصنا نبينوهم في هاد الديسان هذا. كيف تتشوفوا وضروري بور ديتيرميني هاد لي ديامتر خاصنا واحد نتبعوا واحد لا نوت دو كالكول ومن بعد غنوليو نخدموا واحد الطابلو فاسيلمون. ليسونسييل هو هاد لا نوت دو كالكول خاصنا نكونوا عارفينها حيت هي اللي غادي ندفعوها مثلا لبيرو دو كونترول بور ابروفي نوتر بلان. لا نوت دو كالكول جيستيفيون تتجيستيفي لنا لو ديامتر دو شاك ترونسون ديال لاغين سبيرالي. يعني غناخدو ليكزومبل ديال في حالة ما إلا مثلا هنا عندنا ناخدو نرجعو ليطا ديالنا الأولى بحال مثلا عندنا في هاد لوكان عندنا دو ديفيزور دو فونتوز بليطو ديال 60 متر كوب. يعني غادي نحتاجو نقلبو على هاد لو ديامتر اللي كاين هنا مثلا هاد الترونسو هاد. كيفاش غنحددو بوغ ديتيرميني هاد الديامتر ديال هاد الترونسو هذا هو اللي على ودو درنا مثلا هاد لا نوت دو كالكول. ساشون كو لا فيتيس ديكستراكسيون في مثلا ايغال 3 متر بار سكوند. عندنا لا فيتيس 3 متر بار سكوند و لو دي بي سي كوا. لو دي بي هو واحد لا سيرفاس بالمتر كاري فوا واحد لا فيتيس بالمتر بار سكوند. يعني اس فوا 3 حيت عندنا ديجا حنا لا فيتيس هي 3. يعني غتولي لو دي بي هو لا سيرفاس بالمتر كاري متر كاري فوا 3 متر بار سكوند. وعندنا الفورميل ديال لا سيرفاس سي كوا هي بي ار او كاري بي فوا لو غايون او كاري. وعندنا اون اور هي 3600 سكوند. هادو سون دي دوني معروفين عندنا. يعني بقى خاصنا نحددو لي دي بي. لو دي بي هو داك اللي قلنا عندنا دو ديفيزور ديال 60 متر دو فونتوز بليتو ديال 60 متر كوبور هي 120 متر كوبور. الى حولناها المتر كوب بار سكوند غتولي عندنا نقسموها هاد 120 نقسموها على 3600 غتعطينا هي 0.033 متر كوب بار سكوند. يعني وهي اللي عندنا هي تتساوي لنا بي ار او تتساوي لنا لا سيرفاس فوا 3 حيت لو دي بي تساوي لنا لا سيرفاس فوا 3 فوا لا فيتيس. لا سيرفاس هنايا هي بي ار او كاري فوا 3. يعني لانكوني هنايا في هاد لا فورمول شنو هو هو لو غايون. غنجبدو لو غايون. لو غايون سي كوا بالمتر هو الراسين كاري ديال 0.033 هاد لو دي بي ديفيزي بار 3 هي لا فيتيس فوا بي هي 3.14 غتعطينا هي 0.059 متر. هاد لو غايون هو هاد سميتو. وبالتالي لو ديامتر سي كوا هو دو فوا لو غايون هي دو فوا 0.059 غتعطينا 0.118 متر هي اللي غتساوي لنا 118 مليمتر. ودابخي باردون دابخي لا سويت ديال لي ديامتر ديال لي غان سيركولار سبيرالي نورمالمون لي غان سيركولار سبيرالي تيبداو لينا من 100 150 200 250 350 460 530 ainsi de suite le maximum هو 630 تنبداو ب 100 مثلا قلنا 100 125 160. يعني فين كاينه هاد 118 هاد 118 اللي لقينا قريبه 125 وبالتالي غناخدو 125 دونك اون برون لو ديامتر 125 سي لو ديامتر كوميرسيال ديال لي غان سيركولار سبيرالي هي اللي قريبه 118. الوغ دو بوش ديال دو 60 متر كوبر سي ليكيفالون ديال 4 بوش دو 30 متر كوبر. علاش درنا هاد ليكيفالون؟ حيت حنا غادي نبريباري واحد لو طابلو باغ تنقولو غنبريباريه على حساب لي بوش ديال 30 متر كوبر. يعني غنحدو فيه لو نومبر ديال لي بوش ديال 30 متر كوبر وليكيفالون ديالها بالديامتر. الا كانت عندنا مثلا دو بوش ديال الا كانت عندنا مثلا بوش وحده ديال 60 متر كوبر ها هي ليكيفالون ديال دو بوش ديال 30 متر كوبر. الا كانوا عندنا دو بوش ديال 60 متر كوبر ستادير هي 4 بوش ديال 30 متر كوبر انسي دو سويت. يعني وهاد لي بوش كي اليمونتي بار اون غان سيركولير مثلا ديامتر 125. كيفاش غادي كيفاش حصلنا عليها؟ يعني هنايا هنا خديناها دابخي هاد نوت دو كالكول ولكن هنايا عندنا طابلو هذا هو لو ميور ريزومي اللي تيحدد لينا لو ديامتر ديال لي غان سيركولير سبيرالي باغ لو نومبر دي بوش
dans le débit 30 mètres cubes heure de chaque, مع la vitesse 3 mètres par seconde. C'est-à-dire, عندنا كيف تشوفوا في الطابلو هذا كومبوزي بار 3 كولون. لو كولون الاول فيه تيحدد لنا لي ديبي بالمتر كيوب اور. لو كولون الثاني هو لو نومبر دي بوش ديال ليكستراكسيون ولا لي فونتوز ديكستراكسيون دو 30 متر كيوب اور دو شاك. هنا تيحدد لنا لو ديامتر كوميرسيال اللي تنبحثوا عليه. وبالتالي حنا الا خدينا غير دوزيام كولون و تروازيام كولون يكفي. سواء كانت عندنا الدوني بالدوزيام، مثلا عندنا لو نومبر دي بوش ديال 30 متر كيوب، شحال من بوش مثلا عندنا، مثلا دو بوش ديال 30 متر كيوب كافياهم ديامتر 100 في لي غين سيركولير سبيرالي. ولا كان عندنا مثلا لنفرض عندنا عندنا 6 لي بوش. 6 لي بوش فين داخله؟ داخله في الانترفال بين 5 و 7، استاذ غادي نحتاج نستعملوا ديامتر سيركولار سبيرالي اللي غاليمونتي لينا هاد ستات لي بوش. غنستعملو لو ديامتر 160. الا كانوا 7 غادي نستعملو 160، كانوا 5 غنستعملو ديامتر 160، انسي دو سويت. هنا كانوا لنفرض 8 غنستعملو 200، كانوا 9 غنستعملو 200، كانوا 10 غنستعملو 200، كانوا 11 غنستعملو 200، انسي دو سويت. يعني هنايا كيف سبق لينا هنا قبل، هنايا هنا شحال استعملنا؟ درنا 125. علاش؟ عندنا دو بوش ديال 60 متر كيوب 60 متر كيوب. وبالتالي الا كان عندنا 60 60 قلنا هذه ليكيفالون ديال 2 بوش ديال 30، وهذه دو بوش ديال 30 هي 4 لي بوش ديال 30. 4 لي بوش ديال 30 الى رجعنا للطابلو هما 4 لي بوش ديال 30 عندنا هي 125. هاد 125 هي اللي حطيناها هنايا. تري فاسيل. دابا هاد الطابلو هذا تيسهل لينا الحساب. يعني وهنا لو ماكسيموم مثلا ديال لي باردون لو ديامتر كوميرسيال تنوصلو حتى 630. مثلا في لاندستري ممكن نوصلو 630، ولا حسب لا نيسيسيتي اللي كان عندنا لا ديستونس بين لو فو بلافون. لو بلافون كافي من باش ندوزو لي غان سيركولير سبيرالي اوريزونتال ديال 63 سنتيم مثلا ندوزوهم، ولكن في الباتيمون من الاحسن ما نوصلوش لهذا لو ديامتر هذا. يعني لو وصلنا ل 315 400 مثلا 40 سنتيم ولا 45 سنتيم ديزا راه ديزا. الا كانت غادي يكون عندنا شي عائق ولا شي حاجه تنقسمو، ما تنستعملوش هذه. يعني عوض ما نستعملو مثلا مثلا 500 غنستعملو واحد 250 فوا 250 دو بيز ديال 250 250، وغادي تجمعوا لينا في لاكان. ومن بعد ديك الساعه بغينا نطلعوا ب 500 راه ممكن نطلعوا 500 فيرتيكال. هذه نقطه. النقطه المواليه هو الفو ديتيرميني لو ديامتر او نيفو دو شاك ترونسون. هذوك دابري لو طابلو تنبداو نحطوا لي ديامتر. مثلا عندنا دو بوش ديال 30 30 غنحطوا لهم كافيه 100. هنا 3 بوش ديال 30 تنديرو لها 125. هنا عاوتاني بوش وحده ديال 60 يعني هي ليكيفالون ديال دو بوش ديال 30 30 غنديرو لها 100. كيف استعملنا هنا؟ الا كانوا عندنا مثلا 4 لي بوش ديال 30 30 هما دو بوش ديال 60 60 متر كيوب، هي غنستعملو ديامتر 125 انسي دو سويت. يعني على حساب لي بوش اللي كاينين. حنا بحال مثلا هنا غادي نوليو نقولو شحال عندنا من بوش هنايا في التوتال. في هاد النيفو هذا عندنا 1 2 3، هنا غادي ديال 30 متر كيوب ناخذ هنايا 2، هاهي هي 5، هنا 2 هي 7، وهنا 2 هي 9. يعني وبالتالي 9 لي بوش ديال 30 متر كيوب، ولا 3 ديال متر كيوب ديال 30 متر كيوب، و 3 ديال 60 متر كيوب. 3 ديال 60 متر كيوب هي 6 ديال 60 متر كيوب، ونزيدو عليها 3 هي 9 ديال متر 9 ديف بوش ديال 30 متر كيوب. 9 بوش ديال 30 متر كيوب الى رجعنا للطابلو 9 بوش فين كاينه؟ عندنا في هاد في هادي بين 8 و11. وبالتالي لو ديامتر نيسيسير غنستعملو ديال 200 200. كيف تتشوفو هنا هو لو ديامتر 200.
ليكيفالون و لو دي بي ديالو هو دو 270 متر كوبر. 270 متر كوبر كيف شدنا في الطابلو راه كاين كلشي محطوط. هذه النقطه المواليه يعني تنحطوا لي ديامتر او نيفو دو شاك ترونسون دو سيغين سيركولير سبيرالي. ابري تنحط تنمشيو لو نيفو الثاني عاوتاني دوزيام ايطاج. لاحظتوا راه سومبلابل لو بروميير ايطاج يعني في هاد لابارتي بحالو بحال بحال يعني في البلوك سانيتي في لا كونسيبسيون ديالو في لومبلاسمون ديال لي في سي لومبلاسمون ديال لي دي هاد لي غان لومبلاسمون ديال هاد لي فونتوز ديكستراكسيون لومبلاسمون ديال هاد كلابي اونتي روتور مع الفولي دو ريغلاج انسي دو سويت. اي حاجه لقيناها سومبلابل. الفرق فين كاين؟ هو جمعنا لهاد لي غان سيرك هاد الاوريزونتال ديال بروميير ايطاج مع الاوريزونتال لي غان سيركولير سبيرالي اوريزونتال ديال دوزيام ايطاج. جمعناهم في وحده فيرتيكال غاديه للتيراس غادي تجمع يعني. وبالتالي لو ديبي اللي غادي يكون عندنا هنا ديال هذاك التسعود لي بوش اللي هضرنا عليهم في الرد في البرومي مع التسعود لي بوش ديال 30 متر كوبر في الدوزيام هي 18 متر 18 بوش ديال 30 متر كوبر دو شاك. 18 بوج داخله في الانترفال ديالاش الى رجعنا للطابلو 18 هي داخله في الانترفال ديال هذا يعني بين 18 و 28. وبالتالي لو ديامتر نيسيسير هو 315. هاد 315 هو اللي غادي نحطوه هنايا. هاي حطيناه هنايا 315 وليكيفالون ديال او نيفو دي بي 540 متر كوب. 540 بيان سور عندنا 18 غنضربوها في 30 متر كوب غتعطينا 540 متر كوب. هدف دوزيام ايطاج. تروازيام ايطاج لاحظتوا راه تقريبا تا هو بحالو بحال بخومييي بحال دوزيام ولكن لو ديامتر لقينا نفس لو ديامتر ولكن لو ديبي مختلف. لو ديبي طلع هنا المرة الأولى بدا ب 540 وطلع وصل حتى 210. علاش 210؟ حيت عندنا نورمالمون تنقولوا تسعود ديال لي بوش ديال ديكستراكسيون دو 30 متر كوبر غنضربهم فوا 3 نيفو بروميي ودوزيام وتروازيام غتعطينا 27 غنضربوها في 30 متر كوبر غتعطينا 810 متر كوبر. هادي تري فاسيل. من بعد غادي نطلعو للتيراس بلوتو غنطلعو للتيراس اللي غادي يعطينا غيبين لينا كيف تشوفوا هنا في التيراس عندنا لو ديامتر هو نفسه غادي نراكورديوه مع الكيسون دو في ام سي و لو دي بي اللي لقيناه هنايا هو لو دي بي ديال الكيسون 810 متر كوبر. هاي 810 متر كوبر عرفنا كيفاش حسبناها كيف هنا مبينين 800 متر كوبر هي ثلاثه لي بوش ديكستراكسيون ديال 30 متر كوبر زائد ثلاثه ديال 60 متر كوبر فوا 3 نيفو غتعطينا 810 متر كوبر. ولكن هنايا لاحظتوا واحد القضيه درنا واحد لنفرض عندنا الكيسون مثلا اللي اختارينا اكثر من 810 متر كوب مثلا اختارينا واحد كيسون اللي فيه 900 مثلا ولا 900 دون سو كا ان لو شوا ديال الكيسون ديكستراكسيون اللي اختارينا اكثر من نوتر بوزوا. وفي هذه الحاله الا كنا درنا واحد التريفيزيون ديال تكون عندنا واحد ديكستونسيون ديال شي بلوك سانيتير ولا شنو بيان سور غنحطو الكيسيون سوفيزون يكون اكثر من البوزوان ديالنا. ولكن باش نديرو واحد ليكيليبراج ديال لو دي بي اكستخير بهاد الكيسيون خاصنا ضروري نديرو واحد لونتين نخرجو واحد الكان اون اونتين من لاكان برانسيبال و تنديرو واحد الفولي دو ريغلاج. علاش؟ باش نديرو هاد الفولي باش هاديك ليكستراكسيون اللي غادي دير غادي نفتحو بحال مفتوحة هادي غنفتحوها شوية بحال مفتوحة يعني الوقت اللي غادي يبغي يمص ما هاديك ليكستراكسيون ديال لير ما غاديش تمص 100% من غير من هاد لاكان برانسيبال فيرتيكال غتمص حتى من هنا وبالتالي ما غاديش ما غيكونش واحد الغوبخيز كبيرة من
من لاجين برينسيبال، غتكون لو نيسيسير هو اللي غيتمص لينا مثلا من لاجين برينسيبال، ولكن بالنسبه لهذه هذه هي لو ريغلاج ديالنا تيكون في هذا النيفو، هذا ريغلاج توتال ديال لاكين. ميرسي بور فوتر اتونسيون، وشكرا على الانتباه ديالكم، وما تنساوش دعمونا بلايك وتابوناو على نوتر شان اي اس بي تي بي شانيل. او ريفوار، الى بروشان فيديو ان شاء الله.